لا داعي للقلق، حيث يمكنك معنا متابعة حالة ابنك بسهولة، وسيتم توفير سجل كامل بالحالة ونتائج الفحص لكم. كل المعلومات والتوجيهات الطبية اللازمة ستكون متوفرة مع الدكتور أسامة عبد الحكيم. يقوم الدكتور أسامة بإجراء الفحص الطبي للمريض وتحديد التشخيص الدقيق للحالة. يتم شرح الحالة للمريض أو لذويه إذا كان طفلاً بعناية شديدة، مع توضيح جميع التفاصيل الطبية بشكل مبسط وواضح. يقوم الدكتور بشرح العلاج الموصى به بعناية، ويجيب على جميع الأسئلة المتعلقة بالحالة الصحية والعلاج المقترح. يتم تسجيل كل هذه المعلومات بفيديو في العيادة، ويتم إرسال الفيديو أو رابط الفيديو عبر تطبيق الواتساب لتوفير وسيلة فعالة للتواصل وتقديم المعلومات بشكل سريع وفعال. كما أنك ستتلقى رابطاً للملف الطبي الخاص بك، والذي سيحتوي على جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمريض، بالإضافة إلى تقرير مفصل يوضح التشخيص والعلاج الموصى به، والذي يمكنك طباعته والرجوع إليه في أي وقت. كل هذه المعلومات تكون محفوظة بسرية، ولا يمكن نشر الصور أو الفيديوهات إلا في حالة الحصول على موافقة خطية بهذا من المريض أو ذويه.